اليوم بالذات نزلوا 95 دواء واجوا قالوا لنا وبلغونا ونزلناهم واجوا حطوا الاتيكيتات. مش نحن منقرر السعر، السعر بيتقرر من وزارة الصحة، ومثل ما بيقولوا لنا نحن ملتزمين كنقابة وكهيدا، شو بقرارات وزارة الصحة. وثانيا ممنوع نرخص، لأنه حسب المادة 80 من القانون يلي صادر من مجلس النواب نحن ممنوع نرخص الدواء وننزل بسعره. في توصي من النقابة أنه نحن نلتزم بالقانون اللي هو توحيد السعر. وأصلا أنا قبل ما يطلع هذا القرار يعني ما بيناسبني أعمل ديسكاونت، لأنه عن جد ربح الدواء ما عم بيغطي مصاريفها للصيدلية. هلا نحن أول شيء ما عنا إمكانية نرخص، لأنه ربحنا بالدواء 20%. ما فينا انه كله ربحنا 22% منه محرز، يعني منه هالربح الواو. انا بقدر مع المريض وبقدر ظروفه، بس كمان حلو المريض يقدر كمان مع الصيدلي. هيدي ما ذنب الصيدلي، ذنب الشركات الكبرى اللي عيب، وهي اللي مفروض تلاقي حل لهيدا الموضوع. قادرين كتير يرخصوا لانه ربحهم فوق 100% اكيد. يعني عندهم المارجن انه يلعبوا بالسعر اكثر منا. نحن ربحنا 20% رسميا على الفواتير، هن عم بيكون يعني دواء حقه 100,000 عم ينزل قرار انه يترخص لل 40,000 وبعدهم ربحانين. يعني تخيل قد ايه كان في الربح قبل.